الجامعة اليابانية ببرج العرب. هنفضل نقول بالعلم والعمل هتحيا مصر. مشروع الجامعة اليابانية ده بجانب انه مشروع تعليمي عملاق الا انه كمان تحفة معمارية. الجامعة على مساحة 200 فدان. اسفل مباني الجامعة في انفاق خدمية بطول 1 كيلومتر، وانفاق خدمية فرعية بطول 1.3 كيلومتر. غرف التحكم المركزية بتتحكم في كل حاجة في الجامعة. 5 محطات فرعية من تبريد ومولدات للكهرباء وخزانات مياه ري ومياه لأبراج التبريد ومياه شرب وحرائق. أما المباني الجامعية نفسها ففيها مبنى التميز البحثي ومكتبة وأربع كليات للهندسة وأربع قاعات للمحاضرات ومبنى خدمة للطلاب وساحات انتظار وطرق ومباني إدارية. الهياكل الخرسانية انتهت بالكامل بنسبة تنفيذ 100%. أعمال التشطيبات وصلت لأكثر من 80%. عايز أقول لكم أن في أكثر من 2000 مهندس ومشرف وعامل بيوصلوا الليل والنهار علشان يحققوا الحلم ده. اتعمل كمان محطة تحلية مياه العالمين اللي بتحلي مياه البحر بطاقة 150,000 متر مكعب يومياً. فيها معامل لضمان جودة المياه وصحة أهالينا وخزانات عملاقة لتخزين المياه المعالجة. المحطة دي خلصت خلاص وانتهى الشغل فيها. في مصريين بيشتغلوا في عز البرد وفي عز الحر، بيفحتوا في الصخر وبيسهروا علشان البلد دي، ويستحقوا مننا كل الاحترام والتقدير. مصر بتتقدم لينا، مصر بتتقدم بينا.